لقد مرت شما بامتحان القبول للكلية، وهي تعتقد أنها لن تمر بتجربة مثيرة كهذه مرة أخرى بحياتها. كوني متفائلة شما. لكنها كانت مخطئة، فانتظار نتائج الامتحان كانت بنفس الإثارة التي سببها الامتحان نفسه. أنا أشعر أن قائمة النتائج ستظهر اليوم. من المفروض أن تكون النتائج في القائمة قبل يومين. ماذا لو لم يكن اسمك في القائمة روبا؟ كيف تقولين شيئا كهذا يا جينا؟ لا تعرفين أنا خائفة جدا. لا تضايقي نفسك، لقد حلمت بأننا قد نجحنا. كم يكون الأمر سهلا لو تحول الحلم حقيقة. ماذا سأفعل لو أني لم أنجح؟ لا تقلقي. هل وصلت الصحيفة؟ ليس بعد. أتسمح لي بالذهاب؟ أجل. هل وصلت القائمة اليوم؟ إنه لا يعرف. أنا فقط أنقل الصحيفة، ولا وقت لدي لقراءتها. ألا يمكنك القيادة بسرعة أكثر؟ لا أستطيع الانتظار. أسرف، فالطريق وعرة. لندفع العربة. موافق. توقف، أليس بهذه السرعة؟ فالحصان سوف يقع. وأخيرا جاء البريد. أخيرا، الحمد لله. هل أنزل حقيبة البريد؟ لا بأس، كن حذرا. ترى هل سيفرح الطلاب اليوم؟ كل شيء جيد؟ أجل. أرجوك يا سيد كمال، افتح الصحيفة. حسنا، لا بأس، سوف أتغاضى وأفتحها هنا. شكرا. إني متوترة جدا. قد خاب ظنكم، لا يوجد هنا قائمة. لا أستطيع أن أتحمل أكثر. وأنا لا أفهم هذا، كان يجب أن تخرج النتائج قبل يومين. علينا العودة غدا. محمود أذكى منا لأنه لم يأتي معنا. محق، أنا لم أره اليوم. ربما أنه استسلم وينتظر في بيته بهدوء. لم تكن في الصحيفة اليوم. الحمد لله، زال الثقل عن كاهلي. لست بحاجة لأرى تلك القائمة. كيف تحتملون ذلك؟ تذهبون لمكتب البريد كل يوم وتنتظرون أمامه. أنا لست باردا مثلكم. باردون؟ ما الذي أعطاك هذه الفكرة؟ أسناننا تصطك من الخوف. ليس لدي أعصاب، أفضل الانتظار هنا، فسيأتي أحدهم ويخبرني. كلما تأخر إخباري بالفشل كلما كان أفضل. مضت 3 أسابيع والقائمة التي انتظروها لم تصل. شما وأصدقاؤها لم يستطيعوا احتمال الترقب أكثر من ذلك.
شمع. ماذا حصل؟ لا هذا مستحيل، القائمة غير موجودة في الصحيفة اليوم. لابد أن شيئا ما حصل. النتيجة في السنوات الماضية كانت تظهر بعد أسبوع فقط. نعم أعرف، إن استمر الأمر هكذا سأجن. يا لا متصرف، ادخلي شمة. أنا أفهم بماذا تشعرين الآن يا شمة، لكن لو قلت نفسك للجنون كما قلت فهذا لن يغير شيئا. نعم لا نريد أن نفعل هذا. أعرف أن ما نريده وما نقدر عليه شيئين مختلفين، لكن هذا غير صحيح. أن تقضوا عطلتكم أمام مكتب البريد، عليكم أن تستثمروا الوقت في شيء أفضل. ممكن. طبعا من الصعب التفكير بأي شيء غير تلك القائمة. ربما تكون هذه آخر إجازة صيف طليقة لكم في الريف، فلماذا لا تستمتعون بها؟ يجب أن تسعدوا بكل يوم في الإجازة وكأنه شيء ثمين. كل يوم قلتي؟ بالتأكيد، ابدأوا اليوم ودعكم من الانتظار أمام مكتب البريد. إلى جانب أنني أظن أنه لا يجب أن تخافوا، كلكم نجحتم في الامتحان. منيرة انظري هناك، القائمة لم تصل اليوم أيضا. أنا أشفق عليهم، تعذبوا كثيرا، ولكن ماذا نتوقع من مفتش مدرسة يحسب نفسه من المتطورين؟ كان الله في عونهم. وحتى لو وقفت منيرة على رأسها في المرات القادمة فلن يحصل أولئك المدعون على دعمنا بعد الآن وللأبد. متى ستنتهين من الأكل؟ هل أنت بخير؟ لست جائعة تماما مثل البارحة وبقية الأيام. إذا بقيت هكذا ستدمرين صحتك وستمرضين ولن تقدري على الذهاب إلى الكلية سواء نجحت أم لا. نعم أعرف هذا، رغم هذا لا أستطيع الأكل. أصدقك، أنا لست مندهشة. ما تفعلينه طوال الوقت والجلوس بصمت والتفكير، أو الركض إلى مكتب البريد مع صديقاتك كالمجنونة. تكي بعمل بطانية أو بمساعدة بعمل الحديقة. نعم السيدة رودة قالت لي هذا، علينا الاستمتاع بكل يوم من الإجازة، فمن يدري إن كنا سنرى أياما جميلة أم لا. لكن رغم محاولاتك لا تقدرين. أنا آسفة. ما رأيك بمساعدة مفيد بالعمل في الحقل؟ أجل. جيد، لا أعرف إن كنت تستطيعين المساعدة، لكن أعرف شيئا بالتأكيد، بعد أن تمضي يوما في الحقل ستعودين جائعة كالذئب. العمل يبعد عنك القلق. فكرتك رائعة بكل شيء، أمر واحد يدهشني. قلت لي مرة تلو الأخرى بأنه من العيب أن تساعد المرأة الرجل وأن تعمل معه في الحقول. قلت ذلك، لكن يقولون الاستثناء هو ما يؤكد القاعدة، واليوم استثنائي والاستثناء لا يحدث باستمرار. استمتعي بوقتك. شكرا، لطف منك. مفيد سأساعدك في العمل. تمسكين بها بطريقة خاطئة شمة. سأحاول ثانية. شمة
شما، لقد أحضرت الغداء. أخيرا. شكرا لك. تفضلا. للمرة الأولى منذ زمن طويل لم تفكر شما بقائمة الامتحان، مع أنها استمتعت بالعمل في الحقل، إلا أنها لم تكن معتادة عليه. في ذلك المساء كانت تعبة ولم تفكر إلا بفراشها. لقد كانت متعبة بحيث أنها لم تستبدل ملابسها، لقد ارتمت على سريرها ونامت في الحال. عندما جاءت منيرة إلى غرفة شما لاحقا لم توقظها، مع أنه كان برأيها من غير اللائق أن ينام المرء دون استبدال ملابسه، لكن هناك استثناءات وكانت تلك واحدة منها. شيئاً، هل تمنيت يوماً أن أكون ولداً وليس بنتاً؟ الولد بإمكانه العمل معك في الحقل وأنا لا أستطيع، صح؟ لا أريد ذلك. منذ أن جئت إلى الواحة الغمناء لم أفكر ولو لمرة واحدة بأنني أردت ولداً. هل تعني ما تقول؟ أجل، أعني ذلك. ولماذا أكذب وأنا مقتنع بك جداً؟ وكل الوقت الذي قضيته معنا لم أفكر لمرة واحدة بأنك سوف تساعدينني بالعمل في الحقل. أصدقك، منيرة التي اقترحت علي ذلك، ولكنني شاكرة لك لأنني عملت معك، فقد نمت بالأمس دون أن أفكر بشيء. ولما تشكرينني؟ لا يعجبني ذلك أبدا. لا أحب أن تتعبي نفسك. لن أتعب، صدقني. أنا أعرف لن تلتزمي وستتعبين نفسك، أجليها إلى الغد. وعد؟ تعدني أن أعمل غدا؟ أنا آسفة لكن مفيد على حق. لا تحملي نفسك فوق طاقتها، أنت دائما تندفعين أكثر من اللازم، عليك أن تتأني حتى لا تؤذي نفسك. منيرة، مساعدة مفيد كانت فكرتك. نعم أعرف، مع هذا عليك ألا تندفعي. لقد وعدت السيدة رفقة أن أحمل لها بعض البندورة الطازجة، هل اعتنيت بالبيت بغيابي؟ أستطيع أن أذهب عنك إلى منزل السيدة رفقة. شكرا لك، يجب أن أكلمها. حسنا، استريحي قليلا قبل أن تبدأي بتحضير العشاء.
شمة لقد نجحت، مبروك. جلال وأنت الأفضل، أنتما على رأس القائمة، لكن اسمك كان قبل اسم جلال. أنا فخورة بك جدا. الصحيفة قبل 10 دقائق وأنت أول من يعرف الخبر. الصحيفة تتأخر يوما قبل أن تصل إلى قريتنا، وعندما اكتشفت القائمة بدأت بالركض فورا كما لو كنت مجنونة. كلكم نجحتم، حتى محمود نجح أيضا. جود وربا نجحتا بجدارة، إنهما في منتصف القائمة مثل سمير تماما. إلا جهينة المسكينة فقد نجحت بصعوبة، ورغم ذلك سوف تبقى مغرورة جدا. الآنسة سلوى ستكون راضية عنك. أوه شمة، كيف هو إحساس النجاح والتفوق؟ لو أنني نجحت كنت سأطير من الفرحة، فأنا سأجن من الفرحة لأجلك، لكنك تقفين بهدوء وكأن الأمر لا يهمك. لا، بل أنا أغلي من الداخل. أريد قول 100 شيء لكني أضغط الكلمات. لم أحلم أن ذلك كان ممكنا. أعني أنني قد حلمت بذلك مرة. في لحظة ما حاولت أن أتخيل ماذا سأفعل لو أنني فزت بالمرتبة الأولى، لكن الفكرة كانت بعيدة عن الاحتمال لي، لذا صممت ألا أفكر بأي شيء من ذلك القبيل ثانية. أرجوك اعذريني ديانا، يجب أن أذهب وأخبر مفيد بالنتيجة الآن. أوه، بعد ذلك سنذهب من بيت إلى بيت ونريح الآخرين من هذا الترقب. هذه فكرة جيدة، دائما لديك أفكار جيدة شمة، وهي الأفضل. شكرا لك ديانا. مفيد، مفيد، مفاجأة، النتيجة ظهرت، نجح. هل تسمعين؟ لقد نجحت. مفيد، لا أصدق نفسي، نجحت في الامتحان وجئت في المرتبة الأولى أيضا. هنا اقرأ بنفسك. يجب أن أفخر بذلك، لكنني أشعر بالعرفان فقط، لأن علي أن أشكركما أنتما فقط. الأولى، الأولى. لا تندهشي، كنت واثقا منذ البداية أن شمة ستتفوق على الجميع. عندما جئت بها من محطة القطار عرفت أنها مخلوقة مميزة. أشكرك. يجب أن أعترف، لقد أبدعت فعلا. نعم، يجب أن نقول ذلك، بل يجب أن نقول أكثر من ذلك. فأنت فتاة رائعة ومجتهدة، الجميع هنا فخورون بك. هذا يفرحني سيدة رفقة، والآخرون نجحوا أيضا. أنا وديانا أردنا إبلاغكم أولا، الكل سيندهشون. سأترككم الآن. لماذا؟ أريد أن أذهب للقرية لأخبر الجميع، الكل يجب أن يعرف. يجب أن نحس بالاعتزاز والفخر. هذا مؤكد. في اليوم التالي وصلت الصحيفة بالقائمة التي طال انتظارها، وقرأها الجميع بوضوح. وللاحتفال بذلك اليوم دعت السيدة روضة كل المرشحين لتناول الشاي، لأن حدثا مهما كهذا يجب الاحتفال به. يا احتفال رائع. كم أنا مندهشة لكونكم كبرتم هكذا، فلقد أصبحتم آنسات وسادة. ولكن لو فشلنا في دراستنا لما أصبحنا كبارا هكذا سيدة روضة. أنت على حق، إن لدينا احتفال لكم، لأن جميعكم لم تفشلوا في الامتحان.
هيا أرجوكم ابدأوا بتناول الطعام احتفالا بهذه المناسبة الرائعة. هيا لنحتفل. فكرة رائعة. مبروك. لنحتفل. اسمعوا جميعا، لدي رسالة من الآنسة سلوى. يبدو أن الآنسة تعبت معكم. يجب أن أشكرها على تخطي هذه المرحلة. أرجوك اقرأيها. سوف أقرأها. أعزائي الطلبة من صف الكليات الخاصة، بودي أن أهنئكم جميعا من كل قلبي على نجاحكم. لقد عملتم بجد. مع تمنياتي لكم بمستقبل واعد، معلمتكم سلوى. اليوم فقط تشعرون بالسعادة وهذا جيد، لكن الامتحان كان جزءا بسيطا من حياتكم الجديدة. الجزء الأهم والأصعب ما زال أمامكم. سيتغير الكثير بالنسبة لكم. أشياء ستصبح أفضل وبعضها أسوأ. ستحصلون على نجاحات ولكن أيضا على هفوات. ستتركون أصدقاء قدماء وتتخذون أصدقاء جدد. شيء واحد لن يتغير على أي حال، دائما ستكونون في بيتكم هنا في القرية. يمكنكم العودة دائما عندما تشعرون بالحزن، ولكن قبل الذهاب للكلية يجب أن تشكروا الآنسة سلوى. آنستي الغالية، دوما سأشكرك على مساعدتك. في ذلك المساء جلست شما أمام نافذتها قبل أن تذهب للفراش. لقد كانت شاكرة لله ومرتاحة. عندما تذكر ذلك الدعاء تشعر أنه كان أروع دعاء نطقت به في حياتها. لقد دعت من كل قلبها لأجل كل الأشخاص الذين أحبتهم. إن شما الآن مطمئنة. بعد أن علمت شما أخيرا أنها اجتازت امتحان القبول، استمتعت بإجازتها الصيفية، حتى إنها أعلنت عن رغبتها في حفلة خيرية في منطقة الرمال البيضاء. تابعوا الحلقة القادمة.